ده يوم هنعيشه في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة، بل إن صح القول مع أجمل يوم في الجنة. الحقيقة نعيم الجنة احنا اتكلمنا يا جماعة في درس لو تفتكروا عن نعيم الجنة المعنوية او نعيم اهل الجنة المعنوية، نعيم الابدان من اكل وشرب وتمتع بحور عين واشجار وانهار، كل ده نعيم، لكن النعيم الثاني الذي يتضاءل معه كل نعيم هو لذة النظر الى وجه الله والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا النهاردة هنتعايش مع اعياد المؤمنين في الجنة. قلت لكم اكتر من مرة ان كل يوم يا جماعة بيمر علينا واحنا في طاعة لله احنا في عيد، لان العيد ده هيثمر لنا اجمل عيد يوم القيامة، يوم ما تتلقانا الملائكة يوم القيامة وتقول لنا جميعا هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم المزيد ويوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والنظر الى وجه الله، حاجات لا تخطر على قلب بشر. والإنسان مش متخيل اللحظة الفاصلة دي في الجنة لما يدعى والملائكة تقول إن ربكم يستزيركم فحي إلى زيارة الملك سبحانه وتعالى، وتروح في يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يوم المزيد. هتقول لي طب مش أنت قلت قبل كده إن الجنة ما فيهاش لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار؟ بتحسب كده يعني زي ما قال الإمام القرطبي، بيتعرف الليل والنهار من خلال إرخاء الحجب وغلق الأبواب، ويتعرف يعني النهار يعني رفع الحجب وفتح الأبواب. والإمام ابن تيمية بيقول لا، بيتعرف بحاجة تانية خالص، بيتعرف الليل والنهار بنور يأتي من قبل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وفد الرحمن رايحين فين؟ رايحين لزيارة مالك الملك وملك الملوك. حد فيكم في يوم من الأيام فكر إن هو يروح يزور ملك من ملوك الدنيا؟ طب حد فيكم قابل ملك من ملوك الدنيا؟ شفت عايشين إزاي وشفت استقباله عشان تعرف توصل له؟ كم حاجب وكم حارس وكم عسكري وكم 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 عشان تعرف توصل له؟ ده إن عرفت توصل له؟ وفي النهاية يعني قد تسعد بلقائه وقد لا تسعد، ولله المثل الأعلى. سبحان الملك يسر لك لقاء ودخول والدخول عليه في الدنيا وهيسره لك في الآخرة. مجرد ما تحب ان انت تدخل على مالك الملك وملك الملوك في الدنيا، تقوم تتوضى وتقول الله أكبر، أنت الآن في لقاء بين يدي الملك سبحانه وتعالى. وفي الجنة الملائكة تجيلك في الخيمة بتاعتك اللي من لؤلؤة مجوفة، أو في قصر من قصورك اللي على أنهار الجنة والأنهار كلها بتجري تحت رجليك، أنهار من لبن ومن ماء ومن عسل ومن خمر، ويجولك ويقولولك إيه يعني إن ربك يستزيرك، طالب زيارتك سبحانه وتعالى. فتروح طبعا وتتهيأ وتلبس أجمل حلل الجنة وتروح عشان تلقى المولى عز وجل. هتروح هناك فإذا بالحق جل وعلا يستقبل عباده ويأمر الملائكة أن تتحف عباده وأن تكرم عباده. يقول جل وعلا مرحبا بعبادي وزواري وجيراني، يا ملائكتي انهضوا إلى عبادي فأطعموهم. الله أكبر، تبقى قاعد منا من يجلس على منابر من النور، ومنا من يجلس على كراسي من نور، ومنا من يجلس على كثبان المسك، ولأن ربنا نزع ما في صدورنا من غل، خلاص ما فيش لحسد ولا غل ولا أي حاجة، ما حدش فينا شايف إن التاني أحسن منه في حاجة، الكل راضي باللي ربنا ادهوله وراضي بقسمة ربنا لنا في الجنة. لأن زي ما احنا تفاوتنا في عبادتنا وقربنا من ربنا في الدنيا، كذا ذلك هتتفاوت منازلنا في الجنة ومتعتنا في الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. فربنا يأمر الملائكة إنها تطعم عباده الصالحين. ربنا يجعلنا وإياكم من وفد الرحمن الذين يذهبون للقاء الملك سبحانه وتعالى. الملائكة هتجيب لنا أكل لا يخطر على قلب بشر، حاجة ما تتوصفش، ولذلك لم تذكر، حاجة ما تتوصفش. فيجينا الأكل وناكل وننبسط، ومش عايز اقول نشبع لان احنا مش جعانين، احنا بناكل هناك من اجل اللذة والمتعة. ثم يقول جل وعلا اطعمتم عبادي اسقوهم، فيجيبوا جميع انواع الشراب الجميلة الممتعة اللي موجودة في الجنة فنشرب. وبعد ما نشرب اذا بالحق جل وعلا يقول اطعمتموهم وسقيتموهم، يعني اكسوهم او فكهوهم، ائتوهم بالفاكهة، يعني فأتونا بجميع انواع الفاكهة التي ايضا لا تخطر على قلب بشر. ثم يأمر الملائكة جل وعلا، يأمر الملائكة سبحانه وتعالى بان هم يكسونا بعد ما اكلونا وشربونا واعطونا الفاكهة، ان هم يكسونا. وبعد ما يكسونا
يكسون يطيبون يحطون أنواع الأثر، ثم يقول الحق جل وعلا بعد أن يتجلى لعباده فالكل ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا السلام عليكم عبادي انظروا فقد رضيت عنكم، سبحان الملك فقد رضيت عنكم، فيقوم القوم جميعا فيسجدوا لله، فيأمر الله عز وجل عباده بأن يرفعوا رؤوسهم ويأمرهم بذلك، لأنه يقول لهم إن هذه ليست بدار عمل ولا تكليف ولا نصب، وإنما هي دار جزاء، وعزتي وجلالي ما خلقتها إلا من أجلكم، وما من ساعة ذكرتموني فيها في الدنيا إلا ذكرتكم من فوق عرشي. وفد الرحمن، حضرتك وحضرتك تخيلتوا ان احنا ممكن ربنا يكرمنا في يوم الايام ونكون من وفد الرحمن؟ بحسن ظننا بالله ان شاء الله نكون منهم ان شاء الله، ونروح للقاء الملك سبحانه وتعالى. تعال نشوف حاجة تانية ونعمة تانية ولذة تانية في الجنة، تسبيح داود عليه السلام ثم الفوز بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. ربنا قال عن سيدنا داود عليه السلام وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. إن العلماء قالوا عن الآية دي، قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر سيدنا داود عليه السلام اللي كان أوتي مزمارا من مزامير، ولذلك سيدنا النبي عليه السلام لما سمع أبا موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، والمقصود بآل داود هو داود نفسه عليه السلام، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فآل إبراهيم هم إبراهيم نفسه عليه السلام. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فداود عليه السلام ربنا يأمره يوم القيامة في الجنة أن يقف بجوار قوائم العرش، وأن يمجد المولى عز وجل ويسبح المولى عز وجل بصوته الجميل، فتتمايل كل مكان في الجنة يتمايل مع جمال صوت داود عليه السلام. ده في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى من جمال سيدنا داود اللي ربنا رزقه إياه، كان من جمال صوته كان ربنا يجعل الجبال والطير تسبح مع داود، قال جل وعلا وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير يعني وكنا فاعلين. تخيل حضرتك لما كان سيدنا داود من جمال صوته كان يقف فيقول سبحان الله، فالجبال تقول سبحان الله، فالطيور تقول سبحان الله، فكانت سيمفونية تسبيحية في الكون ما بين داود عليه السلام وما بين الجبال وما بين الطيور. حضرتك تخيل لما انت واقف جنب جبل وتسمع الجبل وهو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولا عجب في ذلك، فقد قال ابن مسعود والحديث رواه مسلم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا كلها تسبح بحمد الله، وأهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. فداود عليه السلام يقف عند ساق العرش أو عند قوام العرش ويسبح ويمجد المولى عز وجل، وتتمايل الجنة مع صوت داود والكل يسبح. ولكن هناك متعة أجمل من ذلك، حينما يخاطب المولى عز وجل ويكلم أهل الجنة ويحاضر كل عبد مؤمن محاضرة مخصوص، ألا تذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا، يا رب ألم تغفر لي، قد غفرت لك ورضيت عنك، ولو لم أرض عنك ما أدخلتك جنتي. شوف قد ايه، فيخاطبك ويحاضرك ويكرمك. وفوق ده كله اللي أجمل من كل دوت، أن المؤمنين في الجنة ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، يتلذذون بسماع القرآن من الرحمن جل وعلا. نعمة ما بعدها نعمة. وقعد اسأل نفسك كده، أنا أستحق الفضل والخير ده كله إن ربنا سبحانه وتعالى يقرأ القرآن علينا؟ تخيل حضرتك لو إنك نفسك تسمع القرآن من صوت واحد من المقرئين المشهورين، تخيل. فتخيل بقى ارتقي بقى، لا هتسمعه من صوت الإمام ابن تيمية، طب ارتقي أكتر هسمعه من صوت عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده أنا هسمعه من النبي من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، لا ارتقي أكتر وأكتر وأكتر، ده أنت في الجنة هتسمع القرآن من الرحمن جل جلاله. تخيل لما تسمع الرحمن وهو يتلو القرآن، كتابه وكلامه سبحانه وتعالى اللي لحد يومنا هذا ولحد يوم القيامة لن نستطيع أن نعرف كل معنى من معاني القرآن كما ينبغي. ولذلك يأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يعرف الناس كل أو جل أسراره بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل النعمة الكبيرة العظيمة اللي ربنا هيكرمنا بها في أعياد المؤمنين في الجنة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيبك. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة.
حتى نشوف الجنة، نحقق كل أمانينا قبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا في يوم في الجنة، وأجمل يوم في الجنة يوم أعياد المؤمنين في الجنة. تعالوا نشوف مع بعض يوم المزيد. يوم المزيد ده يوم عجيب جدا جدا. المولى عز وجل يتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك سبحانه وتعالى، ثم ينزل من على عرشه جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله حتى يستوي على كرسيه سبحانه وتعالى، ثم يأمر الملائكة فتنصب منابر من النور حول الكرسي. خد بالك بقى من الموقف الجميل ده، فيأتي الأنبياء والمرسلون ويجلسوا على تلك المنابر من نور، ثم يأمر الملائكة فتحف المنابر من نور ديت بكراسي من ذهب، فيجلس عليها الصديقون والشهداء، وحوالين الكراسي من الذهب في كثبان من المسك. نأتي نحن بقى المؤمنين ونجلس على تلك الكثبان من المسك، ولا يرى أحد فضلا على أحد، الكل يجلس. فإذا بالحق جل وعلا يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وألبستكم من حلل الجنة، وأسكنتكم في جنتي، فسألوني. فنسأل المولى عز وجل الرضوان، فيقول جل وعلا: لولا رضائي ما أدخلتكم جنتي. يعني أنا مدخلكم الجنة أصلا لإني راضي عنكم. فيطلب من أهل الجنة أن يسألوه، فيتمنوا ويتمنوا ويتمنوا حتى تنقطع الأماني، فيريهم الحق جل وعلا في تلك اللحظة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الكريم التواب سبحانه وتعالى. وهو ده يوم المزيد. يوم المزيد إن الناس فعلا تتمنى إن هي يأتي اليوم ده ولو كل لحظة عشان يتمتعوا بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في الدنيا جماعة ما كناش نقدر نشوف ربنا، لأن خلقة الإنسان في الدنيا مش مهيئة إن احنا ننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يراه، قال له جل وعلا: لن تراني. وده مين سيدنا موسى؟ ده رسول من أولي العزم الخمسة. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى إذن إحنا في الدنيا مش مهيئين للذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لكن في الآخرة تتبدل بقى الخلقة وتتبدل الأبصار. فبصرك اليوم حديد كما قال جل وعلا. فحينما يتجلى لنا الحق جل وعلا ويرفع الحجاب نستطيع أن ننظر وأن نتلذذ بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. والحديث رواه مسلم: حجابه جل وعلا النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا سبحان الله، ما في حد في الدنيا يتحمل يعني التجلي من الله عز وجل، لن نستطيع أن نراه، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فدي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. ولذلك علماءنا الكبار قالوا إيه؟ قالوا الزيادة في الدنيا تختلف عن الزيادة في الآخرة. هب إني ولله المثل الأعلى. حضرتك رايح تشتري من معرض موبيليا ولا معرض أجهزة منزلية، راح تشتري تلاجة وبوتاجاز وغسالة، فبعد ما اشتريت فراجل بيقول لك: طيب فوق بقى اللي انت اشتريته ده كله في حتة أباجورة صغيرة كده، دي هدية لحضرتك فوق اللي انت اشتريته. دي اسمها الزيادة. فالزيادة في الدنيا بتكون أقل من الأصل. رحت اشتريت من واحد كيلو حلاوة، من بقال كيلو حلاوة، فيقول لك: طب فوق الكيلو بقى خد الحتة الصغيرة دي هدية مني. رحت جبت مثلا غرفة نوم، فيقول لك: فوق غرفة النوم ديت دي يعني طقم سرير، دي هدية مني. أما في الآخرة ولله المثل الأعلى، فنعيم الجنة كله حاجة، والزيادة أعظم من النعيم الأصلي. يبقى الزيادة في الدنيا تكون أقل من الأصل، أما الزيادة في الجنة فهي أعظم ألف مليار مرة من الأصل. إن الجنة هي قدامكم وحواليكم متمتعين فيها، لكن لذة النظر إلى وجه الله أعظم من الجنة ومن نعيم الجنة ومن كل شيء في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى.
ولذلك كان من دعاء النبي عليه السلام كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ناس يعني النبي عليه السلام ناس بيسألوا الرسول عليه السلام بيقولوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضرون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا له لا. قال: هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال: كذلك ترون ربكم، يعني واضحا عيانا جهارا في الجنة سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن قيس بن أبي حازم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر النبي إلى القمر ليلة الرابع عشر، يعني في ليلة اكتمال القمر، يقول لك فلان ده عامل زي قمر 14. فالنبي نظر إلى القمر ليلة البدر، ليلة إيه؟ مكان ليلة 14، واخد بالك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضارون في رؤيتي، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الفجر والعصر. صلوا الفجر والعصر تثمر لكم رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، وده من ضمن ثمرات هذه الصلاة. ولذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما صلاة العصر أيضا وصلاة الفجر. حديث الأخير هو مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول جل وعلا: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ عايزين حاجة زيادة؟ أنتم بتتمتعوا يعني أشجار وأنهار وثمار وحور عين وكل المتعة التي لا تخطر على قلب بشر، تحبوا حاجة زيادة؟ قالوا: وأي شيء تزيدنا وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أعظم من لذة النظر إلى وجه الكريم التواب سبحانه وتعالى. لذة النظر يا جماعة هتنسينا كل نعيم شفناه في الجنة. يوم ما تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتمتعون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يوم ما تنظر إلى وجه الله هتنسى في اللحظة دي الحور العين والأكل والشرب والخيمة اللي مليئة مجوفة والأنهار اللي في الجنة والبحار والأشجار والطيور والتفاح، هتنسى كل حاجة أمام لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والناس في الجنة يتفاوتوا في النظر، في النظر إلى وجه الله، لأن زي ما الناس هتتفاوت في دخول الجنة، فمنهم من يدخل بغير حساب، ومنهم من يدخل بعدما حوسب وعذب، ومنهم من يدخل الجنة بعدما كان في النار، ومنهم من يدخل الجنة ولم يدخل النار، ومنهم من يدخل الجنة ويدخل في درجة معينة، ومنهم من يكون أعلى منه في الدرجة، ومنهم من يتمتع بمتع في الجنة يحرم منه غيره، يعني إلى غير ذلك. فالناس بيتفاوتوا في الجنة وفي نعيم الجنة نظرا لتفاوت الناس في درجات الإيمان والطاعة. كذلك الإنسان يوم القيامة في الجنة يتفاوت لذة النظر ويتفاوت عدد مرات النظر. لذة النظر مترتبة على مدى الحب الذي في قلبك لله، ولله المثل الأعلى. أنا بحب اثنين من أصحابي، لكن في واحد بحبه أكثر من الثاني، فلذة النظر للي بحبه أكثر أكثر في قلبي من لذة النظر للثاني اللي أنا ما بحبوش زي ده، ولله المثل الأعلى. ففي واحد بيحب ربنا بدرجة 1000% فيتلذذ جدا بالنظر إلى وجه الله، وفي واحد بيحب ربنا لكن في نقص عنده في محبته ربنا، فيبقى لذة النظر تبعا لقدر المحبة اللي في قلبك لله. طب وعدد مرات النظر دي بتتفاوت حسب طاعتك لله وقربك من ربنا سبحانه وتعالى. فكلما كنت مطيعا لله كلما كثرت عدد النظر إلى مرات النظر إلى وجه الله. فمن الناس من ينظرون إلى وجه الله في الجنة بكرة وعشية. ومن المتع الجميلة اللي احنا قلنا عنها قبل كده رضوان المولى عز وجل، الفوز برضوان الله. قال جل وعلا بعد ما وصف الجنة قال: ورضوان من الله أكبر. وقد قلنا قبل ذلك أن المولى عز وجل يقول لأهل الجنة: هل رضيتم وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أنجتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ يقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذلك تكون آخر كلمة لأهل الجنة بقى في اللقاءات الحلوة ديت إنما يقولوا: الحمد لله رب العالمين. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الناس استقرت في الجنة، تمتعوا بلذة النظر إلى وجه الله في الجنة، فازوا بالرضوان، فازوا بكل نعيم الجنة
لسه في أماكن فاضية في الجنة، فربنا يخلق لها خلقا آخر، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. في أماكن كثيرة في الجنة فاضية، فربنا يخلق خلقا آخر ويسكنهم الجنة. سبحان الملك، سبحان الملك، نسأل الله عز وجل من فضله. ده كان يوم في الجنة وده كان أجمل يوم في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في أجمل يوم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.